أنا أعتقد اليوم العراق ملزم بالدستور في مادة 109، الحكومة الاتحادية تحافظ على النظام السياسي وعلى أجواء العراق ومياه العراق، هذا بند دستوري. وفي مادة 8 من الدستور أيضا العراق لا يسمح أن تكون أراضيها ممرا أو معبرا أو مقرا لتدخل في شؤون الداخلية للدول المجاورة، وعليه أن يلتزم بالدستور، وهكذا لا نسمح لآخرون تدخل بشؤوننا. اليوم مشكلة الحزب العمال الكردستاني لا تحل على أراضي العراقية، تحل على أراضي التركية، وهنالك اتفاقيات سابقة بين الحكومة الاتحادية في عهد بين الحكومة الاتحادية والحكومة التركية فيما يتعلق بالأمن والتبادل التجاري والاقتصادي، وكان هنالك أيضا اتفاقيات عهد النظام البائد تسمح للقوات التركية بالتدخل في داخل عمق العراقي بمسافات معينة، ووقع النظام البائد، وكان يلاحق النظام البائد يلاحق مناضلي القوات البيشمركة ومجاهدي المعارضة العراقية، ونحن تألمنا من هذا التدخل في حينها. واليوم العراق ملزم بهذه الوثائق وبهذه القواعد الدستورية، ونحن نعتقد أن الحل الأمثل هو إيجاد الحل السلمي للقضية الكردية في تركيا. الحزب العمال الكردستاني اليوم هنالك مقراته، تواجده في أراضي العراقية سببنا المشاكل، وخصوصا في أقليم كردستان وفي مدينة سنجار. نحن في سنجار عانينا ما عانينا من تواجد الحزب العمال الكردستاني في هذه المدينة المنكوبة، لمنع تواجدها، منع أي نهوض في الحياة سواء كان في الأعمار، عودة النازحين، إدارة شرعية، تعويض الناس، كل هذا السبب أصبحت حزب العمال الكردستاني عائق ومعرقل. لذلك أن الحكومة العراقية ملزمة بحفاظ على مواطنيها. أكو اتفاق للخلاص من مقراتها؟ هذا السؤال يوجه الحكومة الاتحادية. أنا لست ناطقا ولكن كرؤية دستورية أنا أعطيه، يجب أن لا نسمح للآخرون أن تكون هناك تصفية الحسابات على أراضينا وعلى مناطقنا وعلى سكاننا وعلى مواطنينا. اليوم الحزب العمال الكردستاني يدخل في شؤون المواطنين في سنجار وفي مناطق في اقليم كردستان امام انظار الحكومه الاتحاديه. والماده 109 من الدستور واضح وصريح، الحكومه ملزمه بحمايه اجواء العراق واراضي العراق ومياه العراق.